صراحه ما كيعجبنيش الحال. واش كيلوم حلوا بناتهم ولا بقاو يدخلونا حنا في التخربيق؟ حتى انا كرهوني فشي حاجه سميتها الزواج. صافي خلينا من المواضيع هادو. اش انت كتجي عندي باش نهضروا في المشاكل؟ وراه انت كتجبديني. شك تهضرني تقول كتفل عليا؟ شنو زعما يزيد عندك في الدار حاطني غداك وخدم جبت ما بغيتي وتجي فوق ما بغيتي ما كتعلم ما كتشاور؟ راه عييت نبيل. ماشي مشكل بالنسبه ليا منير كونتخيغ انا راه فرحانه. ولكن نهار تزوجت بنبيل كان الشرط ديالو انني عمري ما نولد. انا ما كنتش باغا وما مبسطت عليا. قولي دابا شنو كاين وشنو واقع؟ اش قلتي للمحكمه اش كاين؟ ما كتقولي لها شنو بغيتي نعاود لك. هضري يا شيماء هضري يا شيماء راه ما عنديش الوقت هضري. الدور ديالي هو الدور ديال شيماء. انا كالبنت نجاة الوافي وسي سناك، دونك الدور ديالي مليء بالاحداث الشيقه. كنتمنى انه ينال الاعجاب الجمهور المغربي ان شاء الله. سي فري كنتشابهو بزاف، وبصراحه نجاة ممثله رائعه اللي كتخدم بصدق واللي كتخدم بحب وكتعطي الاخر. وانا كنتمتع بصراحه وانا كنشتغل معاها، وانسانه رائعه وكنبغيها بزاف. انتما دوزتو معنا النهار وشتو بنا الاجواء زوينه بزاف، والحمد لله كنشتغلو كاملين شي كيعاون شي، وكان حنا يد وحده وبغينا كنا ان ننجحوا هذا العام ان شاء الله. وكنظن بان غادي يكون في مستوى، لان كلشي كيخدم بحب وكلشي كيدير كل ما في جهده باش يدير خدمه زوينه باش يكون المسلسل في احسن مستوى. وشركه الانتاج كتعاوننا بزاف صراحه معنويا، ومتوفره لينا كلشي باش نكونوا حنا مرتاحين. كنبغي نشكر سلطانة، وكنبغي نشكر الجمهور المغربي، وكنتمنى انه يعجبو هذا العمل ويشاهدوا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.